والله احنا كانت بدايه المبادره ان احنا نظافه الشارع وعمل اجتماع في الشارع ما بين الناس وبعض يربط الناس ببعضها. فلقينا الموضوع ده بعد ما تم النظافه وكل حاجه فكرنا عشان نراقب الشارع ان احنا نركب كاميرات حمايه لسيارات السكان واصحاب العمارات والمحلات اللي موجوده، لان في حاجات قبل كده اتسرقت. ففي اما حد يعرف ان في تركيبه كاميرات هنا ما فيش حد هيجرؤ يجي يخش الشارع ولا يسرق حاجه ولا يتطاول على حد، ولا هيبقى الشارع مراقب يعني. فهي ركبنا 8 كاميرات، كاميرا في اول الشارع وكاميرا في اخر الشارع، والست كاميرات الباقيين بقيه الشارع كله. يعني ما فيش حركه خلال 24 ساعه بتتم الا مراقبه من 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 بطاريه الكاميرات، والسيستم نازل على الابلكيشن بتاع موبايلات سكان الشارع اللي محتاجه، نديله الابلكيشن بحيث يكون لو هو مسافر في اي حته عارف بيته وعارف عربيته وعارف حاجته وعارف الشارع في ايه. المبادره دي كانت كنا عايزين نعمل شارع مؤمن، مدينه مؤمنه، لحد ما توصل يا ريت بلدنا كلها تبقى مؤمنه، كل الناس تركب كاميرات. هي اي مكلفه شويه بس الناس كلها تعاونت معايا ويعني العمل جميل، وعايزين الموضوع ده ينتشر عشان نحد من الظواهر اللي مش كويسه في البلد. الحاج عبد الله جاني وقال لي ده احنا عاملين مبادره للشارع تشارك معانا، قلت لهم ماشي وشاركت معاهم وبكل امكانياتي ما قدمت للحاج عبد الله وللشارع واهل الوراق، واتمنى اي شارع في الوراق يتعاون زي ما احنا تعاوننا كده وتبقى بلدنا امنه من كل اي حاجه. يعني الحمد لله يعني دلوقتي النهارده الشباب اللي بتتعاطى الحاجات المخدرات والحاجات دي ابتدت تخاف وتبعد بعيد عن ايه الحاجات دي، يعني تتلاشى ايه الكمر وكلام زي كده والسرقات ودي وشغل التكاتك. النهارده احنا كل حاجه بنجيبها عن طريق الكمر. مره كان في محل هنا اتسرق وجبنا الراجل اللي هو بالكاميرا، برضه رجعنا بالكاميرا قبلها بيوم وجبنا الكاميرا وعرفناه ورحنا جبناه. وكان في برضه موضوع كان حكى عليه ابو عمرو قبل كده اللي هو موضوع الاذى اللي اتسرق من المحل بتاع العالميه، وبرضه رجعنا بالكاميرا بعدها بيومين ثلاثه جبناه. كان في الاول قبل ما نركب الكاميرات وقبل الكلام ده كله كان الناس هنا بيمشوا بيبيعوا مخدرات وبيعوا وبيعوا، بعد ما ركبنا الكاميرات بقى ما فيش الكلام ده خالص، بقى الشارع امين، بقى الشارع ما فيش اي حاجه، اللهم صل على النبي 24 ساعه شغال، الناس رايحه جايه فيه، مفيش بقى سرقه مخدرات، مفيش سرقه، مفيش مخدرات، مفيش اي حاجه خالص من الكلام اللي قبل ما نركب الكاميرات والامان ده. والله دي مبادره كويسه جدا، لان كنت كل شويه بتسرق في قلب في المحل، يعني كنا بنجيب شغل نحطه في المحل كنت على طول، يا اما بتسرق حتى لحد المكن كان بيتاخد منه حاجات. يعني يا ريت تتقنن على مستوى الجمهوريه كلها، يعني دي حاجه جميله ومفيده، مفيش مشاكل في قلب الشارع، الواحد مطمن، مفيش عملية إرهاب ولا في، لو في أي حاجة زي كده هيخاف.